بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا نتكلم على الليمفوسنتر اوف ذا ابدومين اند بلفيك كلامبس. حقيقه هو ليه حاجتين، رايه الليمفوسنتر دي ريليتد بالماسل والسكيليتال ماسل والكلام ده، والفيسرال هنبقى نشرحه بعد كده. فاول سنتر عندنا اسمه لامبر ليمفوسنتر. ادي هو احنا هنا كده السنتر كلها اللي موجوده في لامبر ليمفوسنتر والايليوساكر ليمفوسنتر والانجوين وفيمورال ليمفوسنتر والسكياتيك ليمفوسنتر. وطبعا احنا قلنا السنتر جروب اوف ليمف نودز، فاللامبر اللامبر اورتيك ليمف نود والرينال والبروبر لامبر ليمف نودز، الساكرال ميديال ايلياك لاترال ايلياك والانترنال ايلياك والساكرال ليمف نودز والانو ريكتال ليمف نودز. السنتر الثالث اللي هو الانجوينو فيمورال سوبرفيشال انجوينو ليمف نود والساب ايلياك اللي كنا زمان نسميها بري فيمورال كوكزا ليمف نود والاكسسوري كوكزا ليمف نود والليمف نودز اوف بارا لامبر فوس. وبعدين عندنا السكياتيك اللي هو السنتر الرابع، سكياتيك ليمف نود والجلوتيا ليمف نود والتيوبرا ليمف نود. احنا بنتكلم هنقول لك مين سوبرفيشال ومين ديب ليمف نود. هناخد ليمفو سنتر اول واحد اللي هو لامبر ليمفو سنتر. لامبر ليمفو سنتر، اللامبر ليمفو سنتر احنا قلنا في بروبر ورقم واحد اللي هو لامبر اورتيك ليمف نود رقم واحد. فين اللامبر ليمف نودز دي؟ موجوده على الدورسال سيرفيس اوف ذا ابدومينال اورتا. طبعا الليمف نود دي بقى ده جوه على الاورتا في الابدومينال كافيتي. فاللامبر اورتيك ده قلنا موجوده الافرنت بتاعتها تاخد من، عشان ما اقعدش اعدلك مصل زبون كتير هقول لامبر ريجون، يبقى الاورتيك موجوده على الدورسال سيرفيس اوف ذا ابدومينال اورتا، والافرنت بتاعتها هي كلمه واحده اللي هو منطقه واحده او بنقول عليها لامبر ريجون. الافرنت هتروح هتعمل بقى او هي هتصب في ترانك هنشرحه لك بعد كده اسمه لامبر ترانك. دي اول ليمف نود يبقى لامبر اورتيك ليمف نود. تاني واحده اللي هو الرينال ليمف نود. فين الرينال ليمف نود؟ اهي اللي هي فين؟ في الهايلس اوف ذا كيدني او على الكورس اوف رينال ارتري، كورس اوف ذا رينال ارتري. والليمف نود ده هتاخد منين؟ من الكيدني والادرينال جلاند، والافرنت بتاعتها هتروح لرقم واحد اللي هي اللامبر اورتيك ليمف نود. اللامبر اورتيك ليمف نود. تالت واحده بقى بنسميها ايه؟ بنسميها اللي هي بروبر لامبر ليمف نود. فين البروبر؟ اهي رقم ثلاثه، اهي دي واحد اهي. دي فين؟ ديت موجوده بتوين الترانسفيرس بروسيسز اوف ذا لامبر فيرتبري. بس لا بس اللي موجود، والافرنت بتاعتها منين؟ من اللامبر ريجون والابدومينال ريجون. يبقى من اللامبر والابدومينال ريجون. ده السنتر الاولاني اللي احنا بنسميه ايه بقى؟ اللي هو اللامبر ليمفو سنتر. في ثلاث مجموعات. لامبر اورتيك موجوده على الدورسال سيرس بتاع الابدومينال اورتا وتاخد من اللامبر ريجون وتصب في اللامبر ترانك. وبعدين الرينال فين؟ على الكورس بتاع الرينال ارتري وتاخد من الكيدني والادرينال جلاند وهتصب برضو في اللامبر اورتيك ليمف نود. الثالثه اللي هي البروبر لامبر ليمف نود بين الترانسفيرس بروسيس، الازرق ده ترانسفيرس بروسيس موجوده بين الترانسفيرس بروسيسز اوف ذا لامبر فيرتيبل، والافرنت بتاعتها هتبقى اللامبر والابدومينال وول لان بقت البوزيشن بتاعها لاترال، والافرنت هتروح للايه؟ لللامبر اورتيك ليمف نود. ده سنتر. السنتر الثاني بقى اللي هو رقم اثنين اللي هو بنقول عليه ايليو ساكرال ليمفو سنتر. ايه بقى الايليو ساكرال ليمفو سنتر؟ فيها ليمف نود كبيره اللي احنا رقم اربعه ده اهي،
بنسميها ميديال ايليك ليمف نودز. ميديال ايليك ليمف نودز الميديال دي بقى ليمف نود ماستر، ماستر ليمف نود، يعني هتاخد من النص بتاع الابدومن كله فيها. دي موجوده فين؟ لو احنا ادي الاورطه بيدي الاكسترنال ايليك ارتري، ده بيطلع منه ديب سيركمفليكس ايليك ارتري. عند الاورجن بتاع الديب سيركمفليكس ايليك ارتري بلاقي الميديال ايليك ليمف نود. يبقى البوزيشن بتاع رقم 4 الميديال ايليك ليمف نود فين؟ عند الاد ذا اوريجن اوف ديب سيركمفليكس ايليك ارتري. الليمف نود دي لارج وماستر ليمف نود، تاخد منين؟ هتاخد من اللمبر والابدومينال ريج والبلفيك ريج والبلفيك ليمب والبروتينيه واليوروجينيتال اورجان. يعني هتاخد من ايه؟ من الاب باللي فيها بالبلفك باللي فيها بالبلفك ليم، كل ده هيصب في الميديال ايليك ليمف نود. زائد بقى ان اي ليمف نود هقولها بعد كده الافرنت بتاعتها هتروح على الميديال ايليك ليمف نود. زي الميديال ليمف نود دي ماستر كبيره وبتاخد من منطقه كبيره جدا، هنقولها تاني بالراحة كده. هنقول ايه؟ ابدومينال وول، كودر بارت بتاع الابدومينال وول، ونقول بيلفيك ريجو، ونقول لامبر ريجو، ونقول البيلفيك ليمب، ونقول اورجان اللي في البيلفيك كافيتي. فده بتاخد من المجموعة. هي بقى ده عشان ماستر ليمف نود يبقى الافرنت بتاعتها هتعمل ترانك كبير، والترانك ده بنسميه لامبر ترانك. يبقى الافرنت فور لمبر ترانك دي تعمل جذع لوحدها كبير عشان هي خدت من منطقه كبيره. يبقى الافرنت بتاعتها عباره عن لمبر ترانك. هناخد بعد كده لاترال ايليك ليمف نود. ايه بقى اللاترال ايليك ليمف نود؟ هنقول برضو اللي هي رقم 5 فين؟ ماشي. الارت ده احنا قلنا اسمه ديب سيركمفليكس ايليك ارت، تفرع فرعين كرينيال برانش وكودر برانش. عند الديفيجن بتاعه هلاقي اللاترال ايليك ليمف نود. يبقى اللاترال ايليك ليمف نود فين؟ ات ذا ديفيجن اوف ذا ديب سيركمفليكس ايليك ارت. عند انقسام الديب سيركمفليكس ارت الى كرينيال وكودر برانش هلاقي الليمف نود اللي هي اللاترال ايليك ليمف نود. الليمف نود دي تاخد منين؟ ابدومينال ماسل والبلفيك بو والديب جلوتيال ماسل، وتاخد من التنسور فاشيالات. طب الافرنت، الافرنت بتاعتها هي بقى احنا قلنا الميديال ايليك ليمف نود هتسحب من كل الليمف نود اللي هنقولها. يبقى الافرنت ميديال ايليك ليمف نود، او تكون في بعض الحالات تصب فين؟ في اللمبر ترانك. ده مين؟ دي اللي هي اللاترال ايليك ليمف نود. ناخد بقى انترنال ايليك ليمف نود رقم 6. احنا قلنا ده الاورطه، ادى اكسترنال ايليك ارت شمال ويمين، وبعدين ادى انترنال ايليك شمال ويمين، ده الانترنال ايليك، ودي البرانشز دي بتاع الانترنال ايليك. عشان ما توجعش دماغك هنقول ان الانترنال ايليك ليمف نود بريزنت اون the branches of the internal iliac arteries، على الفروع بتاع الانترنال iliac arteries. ان شاء الله لما نشرح لك الانترنال iliac هتعرف ان هو within the pelvic cavity. يبقى المتوقع هياخد من الفيسرا اللي هي موجوده فين؟ في البلفيك كافيتي. طيب يبقى او عشان اريحك برضه اقول contents of the pelvis. كونتنتس اوف ذا يعني الحاجات اللي في البروستيت يورينال برادر، ما اعرفش جزء من الفاجينا واليوترس والكلام ده، وكل الاستراكشر اللي موجوده في البيلفيك كافيتي هتصب الليمف بتاعها في الانترنال ايلياك ليمف نودز. الانترنال ايلياك ليمف نودز يبقى احنا خد بالك انا جمعت لك ايلياك، ميديال ايلياك، لاترال ايلياك، انترنال ايلياك عشان تبقى قريبه شويه في الفهم. في عندنا بقى ساكرال ليمف نود اهي، فين دي؟ ده انترنال اليك ارت، ده انترنال اليك ارت، في النص عند الاورجن بتاعهم كده اهو في الزاويه ده اهي،
هلاقي فيه ليمف نود ودي سنجل ليمف نود. خد بالك الليمف نود اللي احنا بنقولها كلها دبل، موجوده جزء على الشمال فيها على الشمال وعلى اليمين. اما الساكرال فهي سنجل ليمف نود، هنقول بتوين ذا اوريجن اوف انترنال ايلياك ارتري، عند خروج الايلياك ارتريز الشمال واليمين في الزاويه دي انا هلاقي فيه ليمف نود اسمها الساكرال ليمف نود. الافرنت برضو كلمه واحده، بيلفيك ريجون تيل اند كونتنتس اوف ذا بيلفس، برضو مكونات البيلفس مع البيلفيك ريجون والتيل. الافرنت احنا اتفقنا اي ليمف نود تذكر بعد الميديال ايلياك هتصب فيها عروق، يبقى الافرنت ميديال ايلياك ليمف نود. ده مين؟ ده الساكرا ليمف نود. يبقى الساكرا في جروب واحده موجوده بين الاورجن بتاع الانترنال ايلياك ارتريز والافرنت بيلفيك وتير ريجون دنت اوف ذا بيلفيس، وهتروح على الميديال ايلياك ليمف نود. اخر واحده من السنتر بقى اسمها ايه؟ اسمها الانو ريكتال ليمف نودز اللي هي رقم 8. فين؟ انو ريكتال، انو ريكتال بين الانا، يعني في جزء من الريكتم بنسميه جزء غير مغطى بالبروتونيال اسمه ايه؟ ريتروبروتونيال بارت. الريتروبروتونيال بارت بتاع الريكتم على الدورسال سيرفيس بتاعته هلاقي الليمف نود اللي بنسميها انو ريكتال ليمف نود. يبقى الانو ريكتال ليمف نود موجود فين؟ عند ال اون the dorsal surface of the retroperitoneal part of the rectum. طبعا هو من اسمه الافرنت هتبقى الانس والريكتم والترمينال بارت اوف ذا كولون، والافرنت على طول مفيش كلام ميديال ايلياك ليمف نودز، ميديال ايلياك ليمف نودز. يبقى ده السنتر اللي هو الرقم الايه؟ رقم ثلاثة بقى، ده برضه توضيح. دي بتدينك من الليمف، من الليمف نودز الحاجات برضه، يعني رسم توضيح اهوت عشان تاخد بالك. ادي ميديال ايلياك ليمف نود اهي، ولاترال ايلياك ليمف نود دي محددينها على الحيوان وهو صاحب، وده الانوريكتال ليمف نودز اهيت، وبعدين وده اللمبر ترانك اللي احنا قلنا عباره عن الافرنت بتاع مين؟ بتاع الميديال ايلياك ليمف نود. ده رسم توضيح. السنتر الثالث بقى اسمه ايه؟ انجواينو فيمورال ليمفو سنتر. انجواينو فيمورال ليمفو سنتر ده فيه خمسه ليمف. اول واحده اللي نشوف اللي جاي عشان جت من السوبرفيشال انجواينال ليمف نود. السوبرفيشال انجواينال ليمف نود دي بتبقى في الميل بنسميها سكروتال ليمف نود اللي هي دي سكروتال ليمف نود، وفي الاذر بنسميها ماماري ليمف نود. يبقى الليمف نود اللي هي السوبرفيشال انجواينال ده الاسم العام بتاعها، اذا كان في الميل فهي سكروتال ليمف نود، اذا كانت في الفيميل يبقى هي ماماري ليمف نود. اختلفت على حسب السبيش. السوبرفيشال ليمف نودز لو في هنا في السكروتم بتبقى فين؟ ده السكروت تيستس وادي الابيديدمس والدكتس ديفرنس وبعدين ده السكروت، فهي موجوده ان ذا نيك اوف ذا سكروتم، في النيك اوف ذا سكروتم. والافرنت بقى تاخد منين؟ تاخد من السكروتم بريبيوس بينس الميديال اند كودال سيرفيس اوف ذا ثاي and medial surface of the leg. والافرنت بتاعها اتفقنا ميديال ايلياك ليمف نود بس، يبقى السكروتال ليمف نود موجوده في النك بتاع السكروت. تاخد منين؟ الافرنت هي سكروت والبيلز بريبيوس الميديال سيرفيس بتاع الثاي والميديال سيرفيس بتاع الليج، والافرنت نفس الكلام ميديال ايلياك ليمف نود. عندنا بقى في الفيميل بنسميها ايه بقى؟ ماماري ليمف نود. فين؟ هلاقيها دي ليمف نود كبيره 10 6 ل 10 سم، يعني كبيره وسوبرفيشال، دي اسمها حتى
سوبرفيشال جوانب، يعني ممكن امسكها في الحيوان الصغير. وهي موجوده فين؟ اللي هي المامري لينفنود اهي، موجوده على الدورسال سيرفيس بتاع البيز، دي اسمها البيز اوف ذا اذر. على الكودال بارت بتاع البيز ده اهي بلاقي الليمفنود دي اللي هي بنسميها مامري لينفنود. دي مهمه حتى ما بيحصل فيه مستايس والتهاب في الضرع بلاقي فيه الحيوان بيحصل له ليمنس، بيبقى فيها حيل الليمفنود دي، والليمفنود دي لارج 10 سم وكان بي بالبيتد ان ليفنج انيمال، ف ليمفنود جامده يعني. الافرنت هي تاخد من ايه؟ من القدر، الضرع والفافا والفيستيبيول والفاجينا والسكين، برضه سكين اوف ذا ميديال اند كودال سيرفيس اوف ذا ثاي والميديال سيرفيس اوف ذا ليج. والافرنت هتروح لمين؟ برضه للماستر اللي هي الميديال ايليا كريمفينوت. يبقى السوبرفيشال انجوينا الليمفينود بنسميها في الميل سكروتم، نسميها في الفيميل ماماري ليمفينود. احنا لو سالناك السوبرفيشال اذا كانت في الميل لها اسم وفي الفيميل لها اسم وعرفنا الافرنت والافرنت بتاعتها. في عندنا بقى الليمف نود اللي هي رقم 2. اهي رقم 2 اهي. الليمف نود دي بنقول عليها سب ايلياك ليمف نود، وزمان كنا بنسميها بري فيمورال ليمف نود. الليمف نود دي كبيره لارج، والليمف نود دي سوبرفيشال يعني سطحيه، اقدر اعملها بالبيشنج في الليفنج انيمال. برضو بيبقى ال 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 10 سم من 6 ل 10 سم في الطول، يعني ليمف نود جامده كبيره برضو. والليمف نود دي بقى ليها شغلانه كبيره، ان هي ديت من الحاجات الكبيره اللي بتاخد افرنت من جزء كبير جدا. يعني ايه؟ يعني اقول افرنت الاول هي موجوده فين؟ في نود اهي. العضله دي اللي انا مخططها لك دي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، دي اكسترنال اوبليك او اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، ليها شيز كده بنسميه الابينوروسس اوف ذيس ماسل. فالليمف نود دي بتبقى موجوده عليها، على مين؟ على الابنوروسس اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل. وبعدين الليمف نود دي بتبقى مغطيه، مش مغطيه قوي او بارشال كفرد بي، دي العضله اللي اسمها التنسور فاشيال. فيبقى هي موجوده على الابنوروسس اوف ذا اكسترنال اوبليك ماسل وكرينيال للفيمر، وذلك سميناها بري فيمورال. الليمف نود بنقول عليها سوبرفيشال. الليمف نود الافرنت بتاعتها منين؟ خد بالك بقى، هتاخد من اللاترال ثراسيك كور كودال تو ذا لاين اكستندد فروم التنس ريبس تو الكرون. لو انت فاكر السوبرفيشال سيرفايكال الليمف نود لو قلناها قبل كده، خدت من نص القدامان بتاع الحيوان بتاع من قدام الخط ده، دي هتاخد وانت راجع على ورا بقى، تاخد من الكودال بارت اوف ذا ثراسيك وول، كودال لاين الاكستندد منهم فروم التنس ريبس للاوروكنارم، تاخد منين تاني؟ من البلفس بلفيك ليم، والابدومينال وول كمان فين؟ والفيرتبري، وكل الحاجات دي هتاخد هتصب في الميديال في سوري في الساب إلياك لينفينود. الساب إلياك لينفينود يعني الربع الأخير من الجسم، سوبرفيشال سيرفايكال الربع اللي قدامنا اداها، والساب إلياك الربع اللي ورا خد. يعني معنى كده إن أنا لو لقيت فيه عدوى أو انفكشن في سوبرفيشال سيرفايكال واحد في الساب إلياك، يبقى كده نص الحيوان هيتعدم، ولو على اليمتين يبقى الحيوان كله يتعدم. هدول الليمفنود دول مهمين جدا. السوبرفيشال خدت لو على الشمال واليمين يبقى خدت من نص اللي قدامان، والصاب إليك لو شمال ويمين خدت من نص اللي ورا. يعني معنى كده ان لو الاثنين مصابين يبقى الحيوان كله يتعدم، لان بياخدوا بقى ايه؟ الافرنت والافرنت من المكان. طبعا الصاب إليك احنا قلنا الافرنت بتاعتها برضه ميديال إليك.
دي بديا اسمها سب ايليك لينف نود او البريفيمورال لينف نود. هنا الرقم اللي بعده اللي هو بقى ايه؟ كوكزا الليمف نود ده رقم 3. ايوه الله ينور عليك رقم 3. طبعا انت درست في حاجه اسمها كوادريسيبس مصر في الهايند ليم، وبيبقى على العضله ده هلاقي فيها ليمف نودز اسمها اللي هي الكوكزا الليمف نود. يبقى الكوك دي ديب فين على ما اوصل لها؟ ده لازم نشيل حاجات كتير جدا. فده ديب ليمف نود سمول موجوده على البروكسيمال بارت اوف كوادريسيبس فيمورس مصر وكمان مش كده ومتغطيه بالتنسور فاشيالات. فالعضله دي ديب خالص، والافرنت هتاخد من الكوادريسيبس اللي هي العضله اللي هي موجوده عليها مع التنسور فاشيالات. وطبعا الافرنت احنا اتفقنا كله ميديال ايليا كليمفن. في بقى اكسسوري كوكزا الليمفن فين؟ رقم 4. ادي رقم 3 وادي رقم 4. شوف دي العضله دي اللي احنا قلنا تنسر فشل اهي على على السيرفس اهي الخارجي بتاعها، بلاقي الاكسسوري كوكزا الليمفن يبقى موجوده فين؟ على السوبرفيشال سيرفس اوف ذا تنسور فاشيالات 10 15 سم فنترال تو تيوبر كوكسي. ده التيوبر كوكسي او الكوكزال تيوبر فنترال ليها 10 15 سم، وعلى السطح الخارجي للتنسور فاشيالات هلاقي الاكسسوري كوكزال ليمف نود. يبقى الاكسسوري كوكزال ليمف نود موجوده على التنسور فاشيالات و 10 15 سم فنترال للكوكزال تو. افرنت انا مش عايز وجع دماغ وهعوش حاجه، وهو هيب جوينت وخلاص عشان ايه؟ او هيب ريجون، منطقه الهيب ريجون، وهتروح للميديال ايليا كليمف نود. احنا متفقين كله هيصب في الميديال ايليا كليمف نود. اخر كلام في السنتر ده هو بقى ليمف نودز اوف بارا لامبر فوس، اي رقم 5. يعني في الجوع بتاع الحيوان او بنسميها البارا لامبر ريجون، بنسميها البارا لامبر فوس. الليمف نود دي سوبرفيشال، خد بالك بقى احنا ماشيين كده. السوبرفيشال قلنا بس دي سوبرفيشال، لا دي سوبرفيشال ايه ده؟ موجوده تحت الجلد في منطقه البارا لامبر فوس. يبقى احنا هنقول ان الليمف نود بتاع البارا لامبر فوس بريزنت اندر ذا سكين اوف بارا لامبر فوس، تحت الجلد على طول. ولذلك الافرنت ما تاخدش من عضلات، هتاخد من السكين اوف ذا بارا لامبر فوس. والافرنت عشان رايح دماغنا ميديال ايليا كليمف نود. الاحظ كل السنتر بتاع الابدوم بعد ال في الابدوم كله ميديال ايليا كليمف نود. يبقى احنا دلوقتي الانجوين وفيمورال عندنا سوبرفيشال انجوين اللي هي السكروتر والمامري، ودول سوبرفيشال خد بالك. والصاب ايليا كليمف نود سوبرفيشال عشان موجود على الابنوروسيس بتاع الاكسترنال اوبليك. وخدنا الاكسسوري كوكزا الليمف نودز برضه سوبرفيشال، والليمف نودز اوف بارا لامبر فوسا برضه سوبرفيشال، ودي بتبقى صاب كوتينيوس وبتاخد من السكن بتاع البارا لامبر، وبرضه الافرنت بتاعتها فين؟ ميديال ايليا كليمف نودز. يعني عامل مشترك لكل الليمف نودز. اخر ليمف سنتر هو الرابع اسمه سكياتيك ليمف سنتر. سكياتيك ليمف سنتر فيه ايه؟ فيه ادي طبعا مش عارف عند البلفيك كافيتي، وبعدين فيه ليجامنت اسمها ساكرو تيوبرا ليجامنت عامله اللاترال وول اوف بلفيك كافيتي، وفي فورم هنا اسمه جريتر سكياتيك، وفورم تاني هنا اسمه ليسر سكياتيك فورم. فعندنا رقم واحد سكياتيك ليمف نود اهو عشان ما توجعش دماغك. هنقول ايه هما موجودين فين؟ دورسال، الرسمه هي ادا جريتر سكياتيك فورمنت. دورسال ليه على طول هلاقي الليمف نود اللي بنسميها سكياتيك ليمف نود. يبقى السكياتيك ليمف نود هنقول ان هي بريزنت اون ساكرو تيوبرال ليجامنت، وبعدين دورسال تو جريتر سكياتيك فورمنت. فوق الفورمنت على طول بلاقي الليمف نود.
طيب الليمف نود هتاخد منين؟ ماسل اوف بيلفيك اند هيب ريجون. يبقى كل منطقه البيلفيك والهيب ريجون والانفرنت بتاعتها احنا اتفقنا ميديال ايليك ليمفوس. الليسر سكاتك الليمف نود الثانيه بقى مثلا جلوتيال ليمف نود. جلوتيال ليمف نود فين؟ رقم ثلاثه. هنقول برضو ان هي موجوده على الساكروتيورال ليجم بس دورسال تو ليسر سكياتيك فورم. يبقى واحده فوق جريتر ده السكياتيك، فوق الليسر يبقى الجلوتين. الليمف نود طبعا الحاجات دي الليمف نود دي ما نعرفش نجيبها يعني. الافرنت برضو هنقول بيلفيك اند ثاي اند هيب ريجو نفس الايه بس. والليمف نود دي اما بقى رجعت ورا يعني هي الميديال ايلياك ليمف نود هتبقى بعيده عليها شويه، فهتدي اللي قدامها واللي قدامها هتبقى تدي في الايه؟ تدي في ديا هتصب اللي هي الجلوتيه الليمف نودز. الافرنت بتاعتها هنقول باس تو او جو تو اسكياتيك ليمف نود، هتدي اللي قدامها على طول. طيب نسيت يبقى ميديال ايلي، لكن لان برضو الاسكياتيك ليمف نودز هتصب في الميديال ايلي، فدي لو صبت فيها برضو هتمثلها دي الميديال ايلي. في بقى ليمف نود اللي هي تيوبرال ليمف نودز اللي هي رقم ثلاثه. ايه دي؟ ده التيوبر سكاي بتاع الايه؟ بتاع عظمه الاسكيو. على التيوبر سكاي هلاقي الليمف نود بنسميها تيوبرال ليمف نود. تيوبرا الليمف نود دي سوبر فيش تحت الجلد مباشرة، يعني في الحيوان الصاحي كان بيبقى البيض امسك الليمف نود واقول لك دي سوبر فيش، يبقى هي موجودة على التيوبر سكيار. سوبر فيش هي الامبوزيشن الاقيها امسكها. الافرنت بتاعتها هنقول سكين فين؟ في التيل والبيل في كريف، يعني هي بتاخد من سكين ان ذا تيل اند بيل في كريف. والافرنت افرنت بعيده عن الميديال ايلياك يبقى هتصب في الجلوتيه الليمف نودز. يبقى التيوبرال هتصب في الجلوتيه والجلوتيه هتصب في الاسكياتيك والاسكياتيك هتصب فين؟ في الميديال ايلياك ليمف نودز. دول اللي هو عباره عن الليمفو سنتر اللي موجوده في الابن، وهم اربعه سنتر وشرحناهم بالفيديو. في بقى الليمفو سنتر اوف ذا بيلفيك ليم. البيلفيك ليم هيبقى فيها اتنين سنتر، واحد بنسميه اليو فيمورال ليمفو سنتر وفي اتنين ليمفو نود. اليو فيمورال ليمفو نود والابيجاستريك ليمفو نود. سنتر تاني البوبليتيال ليمفو نود. البوبليتيال مش ليمفو نود واحده في الرومينانت اللي بنسميها بوبليتيال ليمف نود. ايه بقى الشغلانه دي بقى؟ هنتكلم هنا على البيلفيك ليم. طبعا ده الفيمر تعرفوا وده التيبيا وده البيلفيك بون بتاع زمان. ده المفصل اللي احنا بنتكلم عليه ده الهيب جوينت، واللي تحت ده الستايبل جوينت، وبعدين في عضله محترمه هنا اسمها البايسبس فيمورس، ووراها السيميتندنوزس. دي بس شرح خفيف كده. وبعدين كان قدام الفيمور في ارتري، الارتري الكبير ده هو اللي هو الفيمورال ارتري، بيطلع منه اللي هو ديب فيمورال ارتري، والديب فيمورال ارتري هيطلع منه كودال ايبيجاستريك وهيخش على الريكتس ابدومينس ماسل عشان يغذي. دي الحته اللي فيها العضله اللي تحت دي. يبقى ناخد بقى اول سنتر اللي هو الاليو فيمورال. اليو فيمورال الليمف نود فين؟ اهي رقم واحد عند الاورجن او في ديب فيمورال ارتري. سهله قوي. يبقى عند الاورجن بتاع الديب فيمورال ارتري هلاقي في ليمف نود بنسميها الاليو فيمورال ليمف نود. والافرنت بقى ماسل اوف ذا ساي، والافرنت هتروح على الميديال ايلياك ليمف نود. يبقى اول واحده ديب فيمورال فين؟ عند at the origin of deep femoral artery. الافرنت بتاعتها muscle of the side ونسكت. والافرنت medial iliac lymph nodes. تاني واحدة بقى شوف اهي ده على الابيجاستريك ارتري،
بنسميها ايه بقى؟ بنسميها الابيجاستريك لينف نودز. احنا قلنا الابيجاستريك لينف نودز كلمه برضو بسيطه يعني، هنقول دي بتبقى على اون ذا كودال ابيجاستريك ارتر. كودال ابيجاستريك ارتر بيمشي على عضله اسمها الريكتس ابدومينس، على الديب سيرفيس بتاعها بيبقى الكورس بتاع الارتر. الارتر هو ماشي هلاقي على الول ريليتد ليها على طول هلاقي في لينف نود كتير قوي. لينف نود دي بنسميها ابيجاستريك لينف نود، هي اسمها ابيجاستريك والارتر اسمه ابيجاستريك ارتر. يبقى الابيجاستريك لينف نود فين؟ اون ذا ابيجاستريك ارتر، اون ذا كودال ابيجاستريك ارتر، اون ريكتس ابدومينس ماسل. يبقى هو على الريكتس ابدومينس ماسل وريليتد تو الكودال ابيجاستريك ارتر. طبعا الافرنت هتبقى هو ماشي على الفلور بتاع الابدومين، يبقى ياخد ابدومينال ماسل والبريتونيوم، والافرنت ميديال ايلياك لينف نودز. السنتر بقى الثاني اللي هو البوبليتيه، البوبليتيه اللي موجود في الحيوانات اثنين، سوبرفيشال ودي سوبرفيشال مش موجود. ففي عندنا واحده بس اللي هي الديب بوبليتيال ارتر، فين؟ اللي هي رقم ثلاثة، ده ايه رقم ثلاثة، لارج لينف نودز موجودة على الجلاستروكنيميوس مصر ومتغطية بالسيمي تندينوسس والبايسبس. يبقى هنقول تاني موجودة فين؟ على الاون جاستروكنيميوس مصر وكفرد باي بايسبس فومورس والسيمي تندينوسس. وبعدين الافرنت عشان برضو منتهش هنقول كل الاستراكشر below the position of lymph nodes، بس يبقى احنا هنقول كل all the structure of the lymph distal to the position of the lymph node، بس يبقى كل الاجزاء اللي تحت بعد البوزيشن بتاعها هتصب فيها. ده عشان structure distal to location of the lymph nodes. والافرنت نفس الكلام ميديال ايلياك لينف نود. يبقى البوبليتيا لينف سنتر ده واحد من الديب بوبليتيا لينف نود موجود على الكاستروكنيميوس متغطيه بالسيميتندينوسس والبايسبس، والافرنت التركيبات والستراكشر ديستال تو ذا بوزيشن اوف لينف نود اللي هي تحت اللينف نود كلها، يعني اخد بقى انت التيبيا والمفاصل والمسلز اللي هي تحت دي كل المجموعه دي، كل سيمتندنوسس سيمتندنوسس والبايسبس والجاستروكنيميوس ولك السنسور ماسل اوف ذا اوف ديجيت، كل ده هي ايه هيصب فين؟ في البوبليتيا دي بوبليتيا لينف نودز. دي بوبليتيا لينف نودز يحدف على فوق على الميديا الايليا لينف نودز. ده يبقى احنا خلصنا ايه اللي هي بنقول عليها بارايتال، البارايتال لينف نودز اللي موجوده في الابدومن والبلفيك.